نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع النائب الدكتور جمال الجراح. دكتور جراح، قبل ما نحكي عن موضوع التركي والمنطقة، كان في زيارة لأمين عام تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري، وحضرتك كنت موجود في هذه الزيارة إلى تركيا بعد هذا الانقلاب، وأكدت على موقف المستقبل الداعم للمؤسسات التركية. شو صار؟ يعني شو كان البحث؟ شو كانت النظرة؟ شو الأجواء؟ بالتأكيد مع الأتراك، يعني موضوع الانقلاب كان موضوع أساسي، ومحاولات تغيير النظام في تركيا والانقلاب على الديمقراطية وعلى الانتخابات اللي أدت إلى أن يكون رئيس أردوغان رئيس الجمهورية. طبعا هاي المسألة اللي تجاوزوها الأتراك أو الشعب التركي تجاوزها بنزوله إلى الشارع وأحباط الانقلاب، كان مسألة غير مسبوقة في التاريخ أنه شعب يواجه بيحمي الدولة بصدر عاري، جيش ينقلب على سلطته ويفشل هذا الانقلاب ويعتقل الانقلابيين ويؤمن سلامة رئيس الجمهورية وسلامة النظام الديمقراطي في تركيا ويحافظ على الحريات اللي الشعب التركي مؤمن فيها، انه لا عودة لحكم العسكر بل للحكم الديمقراطي. مسألة الإقليمية الحقيقة اللي هي الأساس حول دور تركيا وعمل تركيا بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى موسكو وبعد زيارة الوزير الخارجي الإيراني إلى تركيا والأربعة في زيارة للرئيس أردوغان إلى إيران. طبعا تركيا مؤمنين أنه لا بد من حل سلمي في سوريا وتسوية ما تضمن أولا عدم استمرار هذا النظام وسفاح بشار الأسد وإقامة نظام يراعي كل مكونات الشعب السوري ويحافظ على ما يسمى الأقليات وكل مكونات الأخرى من المجتمع السوري، ووضع حد لهذا نزيف الدم اللي عم بيصير بسوريا. طبعا تصريح المسؤولين الأتراك أنه كل الأطراف الإقليمية يجب أن تشارك في هذا الحل، روسيا وأمريكا، إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، تحت هامش أولا عدم إقامة دولة كردية على الحدود مع تركيا، بمعنى عدم تقسيم سوريا. هذا الهجس الإيراني التركي، هجز عراقي تركي إيراني وربما أيضا سوري، لأنه أيضا الشعب السوري يرفض تقسيم سوريا. لكن الأمريكان داعمين إقامة الأمريكان داعمين يعني كيان مستقل للأكراد، ومشان هيك هني لما روسيا فاتت بهذا المنحة ضغطوا على إيران أنه هيود الطيارات واستعمال مطار همدان يجب أن يتوقف، وأخذ قرار. قبل ما أحكي عن مطار والقاعدة بطهران، الكلام اللي حكيته عن الموضوع سوريا، الموقف التركي من بعد ما جيته بفترة كان في موقف لرئيس الوزراء أنه بيقول لا مانع بوجود مرحلة انتقالية، وهذا الكلام مش مطروح لكن قبل. لكن المسؤولين الأتراك بيأكدوا أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا، يعني ببداية المرحلة الانتقالية قد يكون له مش دور موجود مش دور موجود بالمرحلة الانتقالية، لكن ليس له مكان في مستقبل سوريا قطعا، هذا الأمر محسوم لدى الأتراك. ولكن هذا الموقف جاء بعد ما أنه طيارات سورية أصفت مواقع للأكراد، وكأنه أعطيني لا أعطيك، يعني عم يتبادل. الطيارات التركية قصفت والسورية، والطائرات السورية قصفت، واستدعى رد أمريكي من عبر الأكراد لتوسيع انتشارهم بالحسكة ومواجهة النظام، واستدعى الضغط على إيران لإقفال قاعدة همدان. الأمريكان عم بيحاولوا يقولوا أنه الأتراك جديين بمقارعة ومقاتلة داعش وحقهم أنه يكون عندهم دولة، لكن هذا الأمر إقليمياً مرفوض لأنه يؤدي إلى تقسيم عدد من الدول من تركيا إلى سوريا إلى العراق إلى إيران. وبالتالي في إجماع بهذه الدول على رفض تقسيم سوريا لمنع قيام دولة كردية، وفي إجماع على مقاتلة الإرهاب وداعش. الأمريكان عم يقولوا نحن منقاتل داعش لكن نكافئ الأكراد، نعمل لهم كيان على حدود التركية وتقسم سوريا تمهيدا لتقسيم بقية الدول. هذا الأمر الحقيقة يعني مادة تفاوض ومادة، إذا بدك اليوم الأمريكان بحاجة للأكراد لمقاتلة داعش،
وتركيا بالفترة السابقة كانت غاضة النظر عن هذا الموضوع، لكن عندما وصل الأمر إلى حدود الإقفال، أيوة، الحدود التركية مع سوريا بالأكراد، نعم، هون كان في موقف لتركيا، وهلأ في معركة عم يعد إلى، نعم، لمنع تقدم الأكراد، نعم، باتجاه مناطق أخرى. نعم. على كل حال بصحيفة الحياة اليوم أنه موسكو أوحت بإعلان إقفال القاعدة اللي انطلقت من الطائرات إلى سوريا بهمدان الإيرانية، أنه أنجزت المهمة ورجعوا لقواعدهم، لكن كان لافت كلام وزير الدفاع الإيراني حسين داقان يلي تام في الروس بالاستعراض، وأنه كأنه مسائلين، لأنه أول مرة تفتح القاعدة بعد الثورة. لا، هذه مبررات، يعني في خلاف الأساس أنه الأمريكان قالوا للإيرانيين هذا بدكم توقفوا وأوحوا للأكراد هاجموا الحسكي والنظام بحسكي، طلعوه للنظام اللي هو حليف إيران، طلعوه من الحسكي ردا على سماح إيران لموسكو باستعمال القاعدة، فوقفوا استعمال ما في القاعدة. خلاف روسي إيراني على طبعاً صعيد الوجود طبعاً طبعاً، يعني وكأنه القوة العظمى بتقدر تعمل كل طبعاً شيء. طبعا ما هو الروسي عم بيحاول يقول أنه أنا بستعمل قواعد، أنا موجود على مساحة المنطقة كل شيء، وأنا بقدر أني استعمل قواعد بإيران وبتركيا وبسوريا، وأنا الآن الراعي الفعلي للموضوع الإقليمي. طيب يجوا الأمريكان يقولوا لإيران إذا استمرار باستعمال قاعدة همدان هذا أضرار بالمصالح الأمريكية، وأوحوا للأكراد أنه كملوا هجومكم على النظام الحسكي، طلعوا من الحسكي للنظام حليف إيران، إذا ما بده يسكر هذه القاعدة يسكر، لأنه بالآخر الإيراني تدريجيا يتحول الى تابع للاراده الروسيه. هلا ما هي يعني كان في قوه كبرى وقوه، كان النظام تابع لايران وايران هي القوه الاساسيه، الان ايران تدريجيا عم تتحول الى تابع لروسيا بالموضوع الاقليمي، وروسيا صاحبه القرار. وهذا الشيء يعني عم بيعاد النظر فيه بالاوساط حزب الله والاوساط الايرانيه، انه نحن فتنا على سوريا على اساس اليد الطوله لايران، وجدنا الآن أنه اليد الطولة لروسيا، ولروسيا مصالح في المنطقة مع الأمريكان قد تكون على حسابنا، ليه بعدنا مكملين في هذه المغامرة وكسب عداء الشعب السوري، اللي واضح أنه إذا صار في تسوي هذا الشعب لن ينسى المجازر والارتكابات والجرائم اللي ارتكبها حزب الله بحق الشعب السوري. على كل حال لا نختم هذا الموضوع، يعني أحد المحللين يقول أنه ما جرى بين إيران وطهران وموسكو هو شبهه بخلاف داخل البيت الزوجي، يعني بالآخر هني حلفاء وشركة. لا، هني لا حلفاء ولا شركة، هني في تقاطع مصالح الآن حول موضوع السوري اللي له علاقة صار بتركيا وبطهران وبالعراق، صار موضوع إقليمي، وهودي أطراف النزاع موجودين كلهم على حدود هذه المنطقة المشتعلة، وبالتالي محكومين أن يجلسوا إلى طاولة واحدة، نعم، لإدارة هذا الصراع وإنهاء هذا الصراع. دكتور جمال الجراح عضو كتلة المستقبل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. على كل حال بانتظارنا أسبوع في خطاب للرئيس بري بذكرى تغييب الإمام موسى صدر، في كلمة لرئيس تيار الوطن الحر الوزير جبران باسيل وللجنرال عون، وفي موقف للكتلة إن شاء الله خير إذا بدنا نقول، يعني أسبوع حار. شكرا لك، الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.